كما كتشوفوا الاخوان الفيديولين بالبلاد الايام، كما كتشوف هذا هو البوليسي اللي ضربوا جوج ب96 ولا ب50 كما كتشوف الفيديو. المهم هو غادي يتمشى كيهضر في التليفون، يعني كلشي واقف كما كتشوفوا معايا. دوك صاحب 96 او ما ضربوه، ضربوه طاح على الراس تيريكس. شوف بسلام، شوف في الاخر شنو دارو، هزو موتور وما يهربو. بالنسبه للموتور ما كان فيه لا بلاكه ولا باش يتعرفوا عليهم كما كتشوفوا، يعني هادشي علاش يكونوا الحملة تاع البلاكة. وبالنسبة بحال هاد المطورين هما اللي كيخليو لنا الحملة تكون. وكما كتشوفوا الفيديو داكشي كتلقاهم حاقدين البوليس على صحاب 96، والبوليسين داو يعني المستعجلات يعني كلاها في الراس. كي بالنسبة لدوك جوج اشخاص راه داو واحد جوج كيقول انهم مشتبهين بهم دابا في التحقيق. وبالنسبه كما كتشوفوا في الفيديو انهم كيكسوقوا بتهور، وانهم ما قصدينش انهم يضربوا داك البوليسي، يعني كانوا بين الطوموبيلات ما شافوش وما يضربوه، ولكن هما كانوا متهورين كما كتشوفوا في الفيديو. ونتمنى انه بنادم يحطي، يعني كما كتعرفوا 96 56 ان الفرن تاعو يعني ما كيكونش مزيان. ونتمنى انه بنادم يرد البال بالنسبه في الطريق باش انه ما يطيح في شي مشكل ولا شي اكسيدون لا قدر الله.